الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب التاسع والأربعين، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 28 بعد 7000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى تنفيس الكرب ممكن يتسبب المسلم فيه ويكون ممن يكشف الكرب، ويكون سبب لكشف الكرب من باب التسبب وباب الاكتساب لا من باب الخلق والإيجاد. وبالتالي ما تقول يا كاشف الكرب العظام تحتمل النبي وتحتمل رب النبي، تحتمل النبي حيث أن الله أظهر كشف الكرب العظام عليه وبه، جعله السبب الكبير المعظم في كشف الكرب بنسبة كشف الكرب إليه اكتسابا وسببا. وما تقول ايه كاشف الكرب العظام هو الله، صحيح، معنى صحيح ايضا بنسبتها خلقا وايجادا، فالله يخلق ويظهر على من شاء. وبالتالي اذا كان المؤمن يريد الخير للناس اجرى الخير على يديه للناس، يعني خلق الخير على يديه للناس. يبقى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر بعدة أشياء، منها أن تبريه من دينه أصلا، تسامحه الإبراء، أو أن تسقط بعض الدين وتأخذ البعض، اسمه ايه؟ تضع عنه الجزء وتأخذ جزء، دي تيسير. او ان تنظره يعني ايه؟ تديله مهلة اخرى. يبقى التيسير على المعسر بثلاث طرق: اما الانظار وهو واجب، او ان تضع البعض او الكل وهو سنة. واضح؟ عشان كده ربنا بيقول ايه؟ فنظرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، يعني ان كان ذو عسرة الواجب انك تعمل ايه؟ الانظار المعسر، وهذا من باب التيسير عليه، فانظار المعسر واجب. وفي وسائل اخرى بينتها السنة للتيسير على المعسر، وهي ان تضع جزء وتأخذ جزء، يعني حضر جزء من الدين وبقي عليه جزء، تقبل هذا الجزء وتبريه في الباقي، او ان تضع الكل، اسمه ابراء المعسر. وعشان كده قالوا ابراء المعسر والوضع عنه افضل من انظاره، وان كان هذا سنة والاخر واجب، لان الغالب ان الواجب يسبق السنة الا في مواضع، منها ابراء المعسر سنة وانظاره واجب، وابراء المعسر افضل من انظاره بالرغم انه سنة. وعلى فكرة إبراء المعسر وإنذار المعسر والوضع عن المعسر من الخصال الموجبة للظلال، يعني اللي بيفعل كده بيبقى تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، دي من ضمن الخصال الموجبة للظلال.
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما، إما كان عاريا لا يجد ثوبا يستر عورته فاشتريت له ثوبا ليستر عورته، هذا في الظاهر، وإما أن يكون مخطئا أو يفعل أشياء معيبة فلم تفضحه وتذكرها أمام الناس فسترت عرضه، فقد فيكون ستر المؤمن أو المسلم إما ستر عرضه أو ستر جسده. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الله لا يحب الفضائح ولا يحب أن تشيع الفاحشة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني كلما كنت في عون أخيك أمدك الله بالعون، لأنك في الحقيقة لا تملك قوة ولا حول إلا بالله، فالله في عون العبد أي يمده ما دام العبد في عون أخيه يريد أن ينفع أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقصود بالعلم هنا علما نافعا، يلتمس فيه علما يعني علما نافعا، لأن العلم نوعان، علم نافع وعلم لا ينفع، والنبي كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، زي حالنا كده والحمد لله، إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة نوع من الملائكة تتلمس مجالس الذكر، فمجرد أنها تجد مجالس الذكر تقول هلموا إلى بغيتكم، يجمعوا بعضهم حتى أنهم يعني يتراكمون فوق بعضهم إلى السماء. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني في الملأ الأعلى حيث لا يعصى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الإنسان لا يعتمد على أنه منسوب إلى الصالحين، بل عليه أن يجتهد ويعمل، لأن العمل يجبر النسب، والنسب لا يجبر نقص العمل. واضح؟ والمقصود هنا عمله الإيمان والعمل الصالح، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. يبقى متى تنتفع بالنسب؟ إذا مت على الإيمان. في الحالة دي تلحق بمن هو أعلى منك عملا من أجدادك. شفت بقى؟ لأن الآية بتقول كده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أمال إيه؟ إمتى النسب لا ينفع بالكلية؟ إذا مات على الكفر، فلا ينتفع بنسب إلى أهل الإسلام والإيمان. إذا مات على الكفر لا ينتفع بنسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي فلا أنساب بين الكافر وبين أقاربه من المؤمنين. لأن إحنا كلنا، كل من على وجه الأرض مؤمن وكافر منسب للأنبياء. مش كلنا أولاد آدم؟ وآدم نبي، يبقى كلنا أولاد أنبياء. حتى أبو جهل وأبو لهب أولاد أنبياء، ما من سلالة إسماعيل مش نبي؟ وإسماعيل من سلالة إبراهيم هو نبي. كل من على الأرض أنبياء، أولاد أنبياء. لكن متى ينتفع الإنسان بنسبه لهؤلاء الأنبياء؟ إذا مات على الإيمان. إنما لو مات على الكفر فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. يبقى آية نفي الانتفاع بالنسب متعلقة بمن مات على الكفر، وآية إثبات الانتفاع بالنسب متعلقة بمن مات على الإيمان. فلا تناقض في القرآن. واضح؟ وعشان كده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
يعني عمله يقصد هنا ايه؟ الايمان ومقتضياته، لان الايمان شعب مش كده برضو، لكن اعلاها شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا ايه؟ سببي ونسبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو مت على الايمان ولك نسب لهذا النبي ابشر كل البشارة. فهمت؟ بس المهم تموت على الايمان. عشان كده وبشر الذين امنوا ان لهم ايه؟ قدم صدق عند ربهم. والقدم الصدق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا فرط من لا فرط له من امتي. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح، وفي حديث ابي اسامه قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث ابي معاويه، غير ان حديث ابي اسامه ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن الاغر ابي مسلم انه قال اشهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهدا على النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن أبي قال والعندية هنا عندية كرامة وليست عندية مكان، يبقى العندية هنا عندية كرامة ورتبة ومقام عالي وليست عندية مكان، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المكان وعن الزمان، لأن الله خارج عن القيود والزمان والمكان قيد. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يقول للملائكة هم دول بقى اللي يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، هم دول يباهي بنا الملك، عشان هم قالوا أتجعلوا فيها من يفسد. فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين للملائكة أن من بين بني آدم من يعبده ويصل إلى مقام أعلى من الملائكة، لأن الملائكة ليست عندها شهوة تقاومها وليس عندها شيطان يوسوس لها، أما ابن آدم عنده شهوة فيجاهدها وعنده شيطان يوسوس له ويسول له، وبالتالي إذا استطاع أن يتغلب على ذلك كله بالمجاهدة ووصل لمقام الطاعة فيكون في مصاف أعلى من الملائكة، لأنه قام بمجاهدة نفسه والملائكة تعبد بغير مجاهدة. فهمت؟ فيباهي بهم الملائكة عليهم السلام. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ليغان على قلبي، ما هو الغين الذي يأتي على قلب النبي؟ قيل هو غين السكينة والأنوار والترقي، فكان يستغفر حتى يتحمل سرعة ترقيه صلى الله عليه وسلم. وقيل هو غين معاصي أمته لأنها تعرض عليه فتصيبه في قلبه حزنا عليهم فيستغفر لهم حتى يزول ما طرأ على قلبه من الحزن على أمته، ولذا في دوام الاستغفار لهم. وقيل غير ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. يبقى النبي كان يتوب إلى الله 100 مرة ليشرع لأمته ويعلمهم. فتوبة الأنبياء بالعصمة، وتوبة الأولياء بالإنابة، وتوبة سائر العباد بالندم والإقلاع عما هم فيه من نقص والعزم على عدم العود. فكل له توبة تليق بمقامه. وعن أبي قال حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام حاء قال وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يعني من تاب، هناك علامتان لانقطاع التوبة، علامة خاصة بكل إنسان وعلامة خاصة بكل الناس. فالعلامة الخاصة بكل الناس هي طلوع الشمس من مغربها، وتطلع الشمس من مغربها في صبيحة اليوم الذي تظهر فيه الدابة التي تميز بين الناس. وهذا كله يكون بعد فتنة المسيح الدجال، وبعد نزول سيدنا عيسى بن مريم، وبعد وفاة سيدنا عيسى بن مريم، وبعد ظهور يأجوج ومأجوج وغير ذلك. تطلع الشمس من مغربها في صبيحة يوم، تخرج الدابة في ضحى هذا اليوم لتميز بين الناس هذا كافر وهذا مؤمن. أما العلامة التي هي خاصة بكل إنسان ما لم يغرغر، يبقى يقبل التوبة من الإنسان ما لم يغرغر. يغرغر يعني هي يعني وصلت الحلقوم، وصلت الروح إلى الحلقوم خلاص في آخر نفس في آخر نزع. فإذا تاب في هذه الحالة لا يقبل منه. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين وكنت من المفسدين. ما هو فرعون عمل كده عندما شاف آية انفلاق البحر ثم آية انه هيغرق خلاص وكاد يغرغر. ايه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى ربنا حرم يقول الله، حرم يقول الله لفظ الجلالة، حرم انه هو يجريه على لسانه لأنه من أهل المهانة. يبقى الإنسان عليه أن يسرع بالتوبة لأنه لا يدري متى يغرغر. في إنسان ينام ويجي يصحوه لو مات كتير. يبقى الإنسان يسرع بالتوبة. ونقف على باب استحباب خفض الصوت بالذكر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.